انا سميتي عبد المجيد الشرقي ابن مدينه صفرو، وهو في الاسم ديال الفني مجيد راي. هو المشكل اللي عندي يعني باش انا كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم مشاكل بحال انا في هذه المدينه في صفرو. عندي مشكل ديال الفن، يعني استوديو كتبغي تسجل كيخصك تمشي تسافر عليه حتى لوجده، تمشي حتى لبركان، تمشي للقرسيف، يعني خصك تمشي بلاد بعيده باش تسجل اغنيه ولا جوج. ودابا هنا في مدينتنا زعما يعني خص بغيت انا الناس يتساعدوا معنا هنا في هذه المدينه. كاين استوديوهات هنايا حدانا، كاين يعني كاين الناس اللي عندهم هذا الشيء ديال الاستوديو ديال التسجيل. زعما حنا ولاد البلاد وحنا يعني ماشي برانين عليهم، فهمتي؟ هما خصهم يتعاملوا معنا ونسجلوا عندهم واي حاجه، يعني بلا ما نبقاو نمشيو حنا نقلبوا فين نمشيو نسجلوا وجده ولا. راك عارفين حنا بغينا مدينتنا تبين يعني شي حاجه مزيانه في المدينه، فهمتي؟ يعني على الشباب هنا كاينين شباب كيغنيو الراب، كيغنيو الراي، كيغنيو، عندهم موهبه كبيره في هذه المدينه هذه، ولكن ما لقاوش فين يسجلوا. من صغري كنحب الموسيقى وعزيزه عليا، يعني انا كنت موهوب بالموسيقى ديال الراي. مجيد راي مازال مبتدئ، يعني ما نقولكش انا شكر لك راسي ونقول لك انا كنت فنان قديم ولا، يعني راني بادي من البدايه قديم، يعني قديم، ولكن الظروف ما خلاتنيش نبان للجمهور. الظروف ما خلاتنيش نبان للجمهور. والحاله الماديه راك عارف اخويا شويه وصافي، راك عارف هي جينا في هذه المدينه قاصحه شي شويه. مدينه جميله، مدينه زوينه، ولكن يعني في الخدمه والو. واخا انا نغني وندير، ولكن يعني ماشي كنغني مهرجانات كبار ولا شي حاجه، كنغني يعني غير مبتدئ، ولكن اللي يساعدك ما كاينش، المساعده ما كايناش، هذا هو اللي كاين. بنادم يعني ماشي عندي شي خدمه شي وظيف ولا شي حاجه باش غادي تخلي شويه الموسيقى وشويه راك عارف هكا وكا، فهمتي؟ المهم ما كيتعاون معايا حتى شي واحد. اكثر غير راسي نقدر نسجل شي حاجه راسي، تجيني فكره نكتب شي حاجه، المهم هكا غير راسي نسجلها ويعني ما كيعاون حتى شي واحد، نكتب راسي بحال هكا. المهم نطلع لوجده الساعه فاش نكون انا في مدينه فوجده، راني نقدر نغني، يكون استوديو حدايا، كلشي قريب. فاش كنجي لصفرو واخا كتكون كاتب موجد اي اغنيه تكون مخبعه يعني كتبغي تسجلها ما كتلقاش كدير، حيت الاستوديو ما كاينش، هذا هو المشكل. ما عنديش شي خدمه يعني اللي غادي تعيش منها وتخلي شويه، راك عارف شويه الفن وشويه الوليدات، وراك عارف دابا انا عندي مسؤوليه، يعني ماشي نكذب عليك ولا شي حاجه، نقول لك المسؤوليه صعيبه هي اللي خلاتني في الميدان الفني، يعني بقيت اللور صراحه. نجيك صراحه بقيت اللور، شحال من واحد جاوا مورانا وفاتونا، فهمتي؟ كنشكروا سيدنا الله ينصرو، اول حاجه كنشكروا بزاف، حيت هو اللي كان قام بداك الدعم ديال نتاع الرميد، هذاك الدعم هو اللي كنا تعاوننا به شويه. كنشكروا بزاف من هذا المنبر، وكنشكر كاع الناس اللي مسؤولين، حيت هما لو كان ما كانش داك الدعم ديال الرميد اللي كان عطاونا ديك البركه، ما غاديش نقدروا نعيشوا في داك كورونا، يعني غادي نعيشوا حاشاك نعيشوا كلاب صراحه، نعيشوا كلاب، نبقاو ما كاين ما يدار. دابا التدعيم كلشي كيبغي يدعمك، كلشي كيقول لك خويا مجيد دير لنا الجديد، دير هادي، وما كرهناكش يعني تغني في داك المهرجان تحب الملوك وتبان وهادي ولكن انا اش نقول لك، كنقول لهم ان شاء الله ديما، علاش انا ديما راني كان باغي نسجل، باغي ندير شي حاجه، ولكن الدماغ عندي واحد الدماغ كيفكر عاود في حاجه اخرى، كتفكر في الوليدات، كتفكر في الظروف الماديه، كتفكر في ما عندكش حتى السكن ما كاينش، يعني كي غادي دير انت غادي توصل بهذا الفن، كيف غيبقى لك هذا المورال ما يبقالكش كاع، باش غادي دير واحد الفكره وتوصل وتسافر وتكتب وتلاقى مخرجين مغنيين، يعني انت عندك ظروف صعيبه، يعني الاكثريه عندك راسك عامر، الراس عامر، فهمتي؟ هذا هو اللي ما خلانيش نزيد لقدام الموسيقى. والناس كان اللي كيعرفوني كيقولوا مجيد ما دارش الجديد، واش مات له الحوت، واش يعني ما بقى عنده ما يتقال. حنا وليدات صفرو تفاكل عندنا مواهب هنا في صفرو، غير كنقول لك الزهر والو، علاش كتهز الورقه والستيلو انت راك كتكتب كتكتب وكتوصل لواحد النقطه وكتحبس، علاش كتشوف راسك ديك البلاصه اللي حبستي فيها راه جاتك الدماغ، جات للدماغ واحد الحاجه اخرى اللي خلاتك نساتك في داك الشيء اللي كنت غتكمل ديك الورقه. انت باغي تكتب كما قلت لك بيلات، راك بادي في كتاب كتكتب واحد شويه كيقول كتجيب لك كتجيك داك المشكل ديال راك عارف، يعني كتخمم بزاف، يعني الراس عامر،
باش غتكتب شي حاجه ولا كتخمم حتى في حاجه اخرى، انت كتقول انت كملتي هذه الورقه كاع، كملتي الاغنيه كامله كملتيها، يعني صافي راك باغي خصك تسجل. فين غتسجل؟ كيقول لك واحد الثمن اللي هو ما نقدر ليهش. انا بالخصوص انايا اللي عندي مسؤوليه وكاري وني الظروف شويه عندي صعيبه، ما يمكنليش نعطي انا واحد 50 فرانك ولا 60 فرانك في اغنيه فيها 5 دقائق ولا 6 دقائق. والكلمه الاخيره كنشكرك بزاف، كنشكر قناه اصوات، وكنشكر خويا زهير الصحفي، وخويا عزيز شوف صفرو، وكنشكر الناس ديال صفرو كاملين، حبابنا اللي بغيونا وحتى اللي ما يبغيوناش يوليو يبغيونا من بعد ان شاء الله، حيت انا يعني دري معروف في المدينه هذه متواضع، يعني دري ماشي متكبر. وكنشكركم كاملين وتحياتي لكم. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع